كم مرة عرض عليك المبادرة بمشروع معين وفي النهاية قلت لنفسك أنا ليس من النوع المبادر أو شخصيتي غير ملائمة لأكون مبادر؟ إذا أنت من هذا النوع من الأشخاص شاهد هذا الفيديو حتى النهاية. في هذا الفيديو سنلخص كتاب قطار الجبال للمبادرين للكاتب دارين هاردي. يمكننا تلخيص الكتاب لخمس عوامل مهمة. العامل الأول يتلخص بالفكرة أننا جميعنا يمكننا أن نكون مبادرين. الكاتب يقول قبل سنوات عديدة كنا نعيش في قبائل وكل شخص كان يهتم بنفسه، وأن عقل الإنسان مبرمج للتفكير بمصلحة نفسه أولا وأن نكون المسيطرين على نفسنا. لم يكن في السابق مدارس أو أماكن عمل ليتحكموا في قراراتنا النهوض كل صباح للذهاب للعمل أو للذهاب للمدرسة. ففي السابق كنا مبادرين من تلقاء نفسنا. حتى إذا لديك أطفال، أنت كأب أو أنت كأم يمكنك اعتبار نفسك مبادر في هذه العائلة. أنتم تأمروا أولادكم فعل أشياء وترشدونهم للطريقة الصحيحة وتقرروا أوقات العائلة. أن يوجد رؤية معينة للعائلة. فإذا أنت أو أنت والد أو والدة، إذا أنت مبادر تماما مثل عالم ريادة الأعمال. إذا جميعنا مبرمجين أن نكون مبادرين. في عائلتنا أيضا يمكننا أن نكون مبادرين، وفي إنشاء أعمالنا الخاصة بنا أو مصالحنا التجارية. صحيح ليس الجميع سيفعل ذلك وسينشئ مشروع عمل خاص به، ولكن الكاتب يقول عقلنا مبرمج للتأقلم مع المبادرة. هو يعرف اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحتنا الشخصية ويعرف التعامل مع الأوقات الحرجة. فقط علينا تدريب عقلنا وتحسينه لنصل لمرحلة أننا نتخذ القرارات الصحيحة والمدروسة بشكل صحيح. ولكل من يقول لنفسه أنه لم يولد مبادر أو أن ليس لديه الصفات أو الجينات اللازمة ليكون مبادر، ليفكر مجددا وليغير طريقة تفكيره، لأننا جميعنا لدينا القدرة والجينات داخلنا لنكون مبادرين. العامل الثاني في الكتاب هو الهوس أو الإدمان. لمعلوماتكم، دارين هاردي هو من أسس مجلة سكسس المعروفة، وقد قابل عدد كبير من رجال الأعمال الناجحة في عدة مجالات. ولاحظ الكاتب عامل مشترك لدى جميع المبادرين الناجحين، وهو أنهم مهووسين أو مدمنين على فئة معينة يختصون بها، لديهم شغف للمجال. لذا علينا أن نكون مهووسين في مجال عملنا وأن لا نشعر بعدم الراحة بسبب ذلك، لأنه الشغف هو قسم مهم لنجاحنا في مجالنا. لذا إذا قررت الدخول لمجال معين وخوض مجال معين، عليك التركيز بالمجال بشكل كامل، بذل جهد كبير وأن تكون مهووس بالمجال. العامل الثالث في الكتاب هو نوع من تحذير مسبق، ويقول الكاتب أنك ستفشل خلال مشوارك كمبادر، ولكن اعلم أن الفشل هو ليس بسببك، والمهم هو بأي سرعة ستعالج الفشل وترجع للمجال أو للمسار الصحيح. أي تقييمك في المبادرة تقاس بسرعتك في معالجة فشلك والرجوع للمسار الصحيح بطريقة أسرع. ويروي الكاتب قصة شخصية عنه ويقول أنه في بداية مشواره كمبادر كان يواجه عدة مشاكل، وكان يستغرق معه أسبوعين على الأقل للرجوع للمسار الصحيح ومعالجة المشكلة. وبعدها استنتج أنه يجب أن يقصر وقت رجوعه للمسار الصحيح إذا واجه مشكلة معينة خلال مبادرته، وعود نفسه معالجة المشاكل خلال يومين بدل أسبوعين. ومع الوقت نجح في معالجة مشاكله من يومين إلى ساعتين من خلال تغيير طريقة تفكيره والنظر إلى المشكلة بطريقة مختلفة ومعالجتها في الحال. لذلك قسم مهم من انضمامك لقطار المبادرين هو معالجة المشاكل بأسرع وقت ممكن وتدريب نفسك لفعل ذلك. العامل الرابع في الكتاب هو ترتيب الأولويات.
قسم مهم في المبادرة هو ترتيب أولوياتنا في مشاريعنا. مثال: في مجال التجارة الإلكترونية، ألاحظ الكثير من الطلاب تتعلم عدة مجالات مختلفة في التجارة الإلكترونية ولا تركز على مجال واحد، وبالتالي لا تنجح في أي مجال وتشعر نوع من الضياع. لذلك دائما في أي مجال تعمل به أو أي مجال تريدون العمل به، ركزوا على فئة معينة، وعند النجاح بها والتحكم بها بشكل كامل تنتقلوا لفئة أخرى بالمجال. أي يجب أن تخططوا ترتيب أولوياتكم بشكل صحيح. العامل الخامس والأخير هو الخوف من الخوف. وما يلاحظه الكاتب أن الكثير من المبادرين تخاف ليس فقط من إنجاز مهمة في عملها، وإنما الخوف بمجرد التفكير في إنجاز المهمة. ويشبه هذه الحالة في عندما شخص يريد أن يقفز بالمظلات سكاي دايفينج، ويقول: من يريد أن يقفز بالمظلات للمرة الأولى سيفكر كثيرا في القفزة وماذا سيحصل خلال القفزة وكيف سيكون حالي وكل هذه المخاوف، ولكن عندما سيقفز الخوف سيختفي وتتحول التجربة المخيفة هذه لتجربة مرحة وممتعة. وكذلك نفس الشيء في عالم المبادرة، إذا جزفت وجربت مرة واحدة جميع مخاوفك وشكوكك ستختفي. في النهاية مشوار القطار للمبادرة نحن نحدده بنفسنا، نحن مبرمجين لنكون مبادرين. داخل كل واحد منا يوجد غريزة المبادرة، فقط علينا أن نعطيها الإمكانية لتبرز نفسها ونظهرها، وليس إخفاؤها أو كبتها داخلنا بسبب مخاوف أو صراعات داخلية. اكتبوا لي ما هي مخاوفكم عند التفكير بالمبادرة، وسأحاول جاهدا مساعدتكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط لايك على الفيديو، وسأراكم في فيديو آخر.